حد موعدكم مع نيتشر، واليوم مارك بده يجاوب على اسئلتكم مشاهدينا. فيكم تتصلوا فينا على 0444444 او في رقم واتساب بده يقطع، فيهم يبعثوا لنا صور، يبعثوا لك بريتو صور وانت بتجاوب. وفي رامز 100%، في كمان على الانستغرام وعلى دائما لما بشوف على انستا او على واتساب صور في جاوب احسن. دائما في هول الميسنج انفو، نعرف شو المشكله 100%. اذا بيقدروا لما يسالونا دائما يخبرونا اذا هن ساحل او جبل، اذا بالبو او بالارض، وبعد في هيستوريك يعني معي مزبوط، حطينا كمامه ما حطينا، هالاشياء كثير كل قدام نص ايه وهيك صح. هلا اليوم عندنا كثير اسئله عن اندور بلانتس، يعني مش عن برا ومش عن الشجر المثمر وهيك، مع انه قريبا رح نعمل كثير حلقات عن اشجار مثمره، لانه قريبا بلش نقطف كثير، اصلا في منهم بلشنا نقطف، بعدين بده يجي التشحيل، ودائما انا بقول انه جنينه بدنا نحضر لسنه الجاي 100%، جنينه حلوه بشهر 5 و6 و7 و8 هو جنينه بلشنا على القطف، من بعدها تشحيل نظبطها، يعني بروجرام زراعي بدنا نعتني بالصح دائما، يعني ببلش بروجرام زراعي بده يبلش بتشرين، وهيدي شغله اساسيه تا يضلوا يحضرونا ويلاحقوا التبس اللي رح نعطيهم. اكيد سو بديك نبلش باول صوره وهيك نحكي عنهم. اكيد اول صوره هي سوري لبلانت اسمها ستريليتزيا او الوازو دو بارادي. هلا هون شو بيصير؟ بلا ورده 100% ما بتزهر دائما. هلا منيح سالتك، رح اقول لك ليه، لانه اذا بتشوفي هيدي البلانت كثير ترندي، بتشوفيها هلا بتفتحي مجله بتشوفيها، بتفتحي ويب سايت انترنت مثلا على ديكوراسيون بالبيت بتشوفيها. هلا فيهم يكونوا هن حاطينها ونهار نهارين وهيك ما تعبت، وهيدي اول شيء بس بتضاين اذا شو بس بدي اقول لك شو الاساس. اول شيء هي منا اندور بلانت كليا، هيدا بدنا ننتبه له. فلما بدنا نحطها بالبيت، اذا نحن ما حطيناها كثير قريب على الشباك، في كثير هواء وفي ضوء كثير، شو بده يصير؟ مثل هيدا بدها تروح تنبش على الضوء، مشان هيك بتحسيها عم بتطب، بتروح على ميلي وحده 100%. اوكي، فهيدي البلانت هي وين بتعيش عندنا بلبنان اكثر شيء؟ اوتدور بلانت، يعني هي بتعيش كليا برا، كليا بالشمس، وبرا فيها تزهر. هلا تقول انه السريتزيا الصغيره بتزهر اورانج، اللي بتصير كبيره وشجره بتزهر ابيض، سو هن كمان مختلفين. اوقات الناس بتفكر انه هي مثل البنان وموزه وهيك، هي لا، هي بلانت اسمها السريتزيا او بيرد اوف بارادايس. فاول شغله بدنا نغير لها مطرحها، بدنا نحطها مطرح قريب كثير على الضوء وهواء. هي بلانت تروبيكال؟ يس، بس بدها شمس، اتس فول سان بلانت. ما هي مشان هيك، فمشان هيك يعني بدنا نعرف وين بدنا نحطها ننتبه عليها وهيك. هيدي شغله. طيب اذا عندنا اياها بليبو بهالشكل، نحن حاطينها جوا والصيفيه فينا نظهرها، بس فينا بالشتاء والعواصف وهيك بتعيش كومبليتلي برا، يعني هيدي البلانت فيها على الساحل اكيد بتعيش كومبليتلي برا، ما في ولا مشكل، يعني هي معوده هيك. سو بس بدنا ناخذها على الضوء. هلا اذا بنقدر بهيدا الكان نرجع ننزلها شوي، نسد لها تراب، بيمشي الحال. سو ما في شيء غلط غير انه مطرحها مش مناسب. اوكي، هيدي بالنسبه لاول صورة. بنشوف الثانية؟ سو بالثانية عندنا كمان نحن رح نشوف اندور بلانت، وإذا بتشوفها دقت بالحيط. هلا آخر سؤال لليوم كمان رح أحكي عن هذا الموضوع، بس هون ما رح أحكي عن إنه دقت بالحيط، رح أحكي عن ليه هي ورقة طبين وهيك، بنرجع بعدين بنحكي عن موضوع إنه شو فينا نعمل إذا دقت. فهالوراق النازلة هي دليل إنه كمان شوي لنقول المطرح غلط، يعني ما في شمس. هلا هي فيها تعيش كليا بهيك مطرح، بس شو عم بصير؟ بدنا نفهم إنه إذا هي هيك مطرح بدي خفف كثير المي. كيف لازم أصلا يكون وراقها؟ مثل الفوقانيات شوي طالعين، لما تصير هالقد نازلة كلها بهالقد وهيك، ومش مبين على الصورة، أنا قربت عليها في أسوداد عليهم وهيك، سو هون لازم نتعلم نخفف المي ونفتح تتهوى، يعني هذا الاساس. أوكي. بالاندور بلانتس. فمثلا هلا نحن افترضي كنا بالصيف عم نسياك 10 ايام، هيدا البلانت فيه بالشتاء سياك 20 يوم، يعني هالقد فيه خفف المي، وبدي اتعلم جيب مي رش على ورقاتها من فتره لفتره. سو هولي اساسيات بذيس كايند اوف بلانتس يعني. اوكي، رح ناخذ اتصال مارك. يعني. الو؟ 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 صباح الخير. بدي اطلب منك تطفي التلفزيون، تسمعينا من التليفون لانه في كثير صدى. الو، ما راح تقدر تسمعنا. شو بنعمل؟ بنتابع. الو 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 بونجور. الو بونجور، تفضلي، شو السؤال؟ الو بونجور مدام، عم نسمعك، شو السؤال؟ الو اوكي، خلينا نشوف الصور. يلا رح نرجع لكمان نشوف صورة، وهالمرة رح تشوف يعني الصورة رح تشوفها هي عن نبتة. رح نشوف صور من بعد هالوقفة. يلا يلا.
بنتابع نيتشر مع مارك، بدنا نتابع نشوف الصور. يلا رح نشوف هلا صوره اورتانسيا. اوكي. ورح تشوفي انه هالاورتانسيا مزروعه ببو. هلا انا المدام اللي بعتت الصوره سالتها كم سؤال، عرفت انه هي مزروعه على الساحل. دائما انا بقول انه الاورتانسيا بتعرفي بنجيبها على الفيت دي مير، بتكون حلوه وكبيره ومزهره. سو بعدين رح تصير هيك. ليه؟ بدنا ننطر ترجع تزهر. 100%. بس اول شغله بنعرفها انه الاورتانسيا هيك عندها 3-4 طلبات، عملناهم بتكون بتعقد لدرجه انه فيها تكبر، ما عندك فكره قد ايه، او بتضل هيك. سو شو الطلبات تبعها؟ اول شيء بتحب تسقع اكثر اكثر من الساحل. سو الاورتانسيا هي بلانت بتفضل بلبنان فوق ال 400-500 متر. اوكي. واحد. اثنين، مانا معموله لتضلها جوا، فيها تعيش بارشل شيد يعني بجنينه اذا بنحطها تحت شجر هيدا ما عندها مشكل، بس بدها ضوء. بدها ضوء. وثلاثه، لما تصير الورقه تصفر والتبس هيك بنيات من برا، الاورتانسيا هي بلانت مثل الجاردينيا مثل الازاليا مثل الرودودندرون، بلانت بدها فيتامينات، بتحب الاسيد، كل شيء اسيد، يعني ما فيها تكون بتربه حمراء، بدها تكون بتورب، بدنا نحط لها حديد وفيرتيلايزر مثل ما قلتي على القليل مره كل شهر شهرين، هول هن يعني اذا عرفنا كيف نعمل لها هيدا بيمشي حال. بيمشي حال. هلا بعد في شغله نتعلم نشحلها، بس هيدا اتس انذر توك يعني ما ضروري نحكي عنه هلا اكيد. اوكي. منتابع بالصور؟ هلا رح نشوف صورة درسينا كمان هون عم نشوفها هي موجودة بقلب البيت، إذا منتبهها زيت الموضوع اللي عم نحكي عنه من أول حلقة عم تنبش على الضوء، سو لما بتشوفي هيدا العامل مثل الآرك هيك كيف راحت وعم تشوفي كيف طالعين عم تنبش على الضوء، سو هون عم تنبش على الضوء، أكيد كان عم نسقيها غلط، مات كم شغلة منها وصارت هيك، سو شو بنعمل بهيدا الكا؟ فينا نرجع نقص كل شيء قلوة، وبهيدا البلانت بترجع دغري بتجلس، يعني اذا قصيتيهم كل شغله قصيتيها منها فيك تشكيها وبصير عندك بلانت القد هينا، يعني بتقصي لو سنتي بصير بلانت، لو 10 سنتي بتصير بلانت، يعني هالقد هينا لدرسين نرجع نخليها تطلع طلوع. اكيد هلا المطرح اللي هلا صارت فيه احسن، سو هون الضوء مبين، بس دائما الناس بتغلبت لما بنحكي عن الضوء، نحن ما بدنا بس ضوء بدنا كمان هواء، وهيدا الاساس بهول الشتلت. فلنقول كمان شو في اعمل من دون ما كبها لهالبلانت ولا لما قصهم، رح نشوف صوره ثانيه عن بلانت ونحكي عن زيت الكا يلي هون. هيدي البلانت رح نشوفها هلا اسمها شفليرا، كمان رح تشوفي بلانت كبرت كثير ودقت بالحيط، اذا بتشوفيها ليكي قد ايه صارت يعني دقت بالحيط. عم يسالونا شو فينا نعمل بهيدي البلانت انه بعد تكبر ناخذ اتصال ونتابع. يلا. الو الو بونجور. بونجور. تفضلي مدام. الو. ما عم ينسمع الصوت، ليش ما عم بعرف صوتك، ما عم ينسمع ابدا. الو عم تسمعينا؟ استف انت بدك تعلي الفوليوم. عم تسمعينا؟ طيب انا حقول لك شو بدي اذا سمعتيني. نعم. وترجعي انت حتيجي بسمعكم. تفضلي. لان من الابراي ماني عم بسمع بالمره. اوكي. في عندي شجره ابوكا، اول سنتين كانت ما في احلى من حبيتها، هلا صرت مثلا حبتها كثير حلوه وهيك، بس بتفتحها بتلاقي خيطان بقلب حبه الابوكا، بقت هيدي من ايش وشو علاجها؟ اوكي ميرسي. فإذا سمعت منيح في عنا عدة أسباب اللي عم بيصير، واحد منهم إنه عم نسقي غلط، ثلاث أرباع الوقت إذا بنسقي كثير بصير في أمراض بالأفوكا، بدنا ننتبه كيف نسقيها، خاصة أوكي. إذا مزروعة ببو ما قدرت أعرف إذا مزروعة بالبو أو بالأرض وهيك، الأفوكا كثير حساس على الدرناج، يعني إذا الأرض ما بتصرف مي بصير عندنا كثير مشاكل، السبب الثاني هو التسميد الخاطئ، هلا ما قدرت أفهم أكثر من هالقد أكيد من السؤال، بس إجمالا هو لازم نظبط هالأمور. إذا بتبعت لنا صور فينا نساعدها أكيد أكثر بكثير. خلينا نرجع نشوف الصوره ريتا. يس. فبدنا نشوف الصوره ونشوف الصوره من بعدها لفسر فات مره، كانت شجره كثير كبيره، وفي صوره بعتها انا اخر شيء اسمها عن الماركوتاج عن كيس، هلا بنشوف كيف هي. هيدي التكنيك كثير مهمه نتعلمها، لما شجره تدق بالحيط او تدق بدنا نخففها مثل هون، او نحن بدنا نكتر، في عده طرق لنكتر بلانتات، رح نشوف الصوره من بعدها ونفسر عن الماركوتاج شو هي. الماركوتاج هو انا بجي افترضي بدي اقصها على المترين، من دون ما اقصها وكبها، قبل ما اقصها بجرحها شوي، فينا نشوف صورة ثانية. يلا وبحط تورب حواليها وبحط كيس نايلون مثل ما عم تشوفي هون. هيدي الطريقة هون عم نشوفها لما نحطها تقريبا بتاخذ شهر لشهر ونص. أوكي. مطرح الكيس بصير كله شلوش، بتشلش النبتة، وهيك بكون انا بعدين بقص تحت الكيس بصير عندي بلانت بزرع. والتحتانيات بتكون قصيتها لقد ما بدي بترجع بتطلع على رواق. سو هيدي الشغله بنسميها اير لايرنج بالانجليزي او ماركوتاج. بس دق هيك بالسقف شو فينا نعمل؟ لازم نشحل؟ لا ما هي فينا، فنحن فينا مثل مش كل البلانتات فينا، بس بهيدي البلانت اذا ما بدنا نعمل هالتكنيك في قصه عادي، في قصه ولا هيدا. انا عم بعطي هيدي التكنيك ليه؟ او نضهرها برا فينا نعمل
بتعمل حيلا شيء خاصة ايه. هلا تقلك شو اوقات لازم نسال قد ايه البلانتيت بيكبروا مثلا، هيدي الشفليره اللي هنا شارينا هي بتوصل ل 7 امتار برياحها، فمشان هيك يعني كمان ما فينا نخليها بس القص هي عاده تشحيل بتزبط دائما. وهيدي التكنيك اللي انا فرجيتها الماركوتاج كثير مهمه، بتحل كثير من المشاكل. يعني تعطيك اكزامبل كيف فينا نستعملها، فينا مثلا بالقلب فريتيلا نكثرها ونستعملها، بنبقى بنحكي عنها بالتفاصيل بس بتحل لنا كثير مشاكل. اتصال. الو الو بونجور. وي تفضلي. الو بونجور. الو بونجور تفضلي. عم نسمعك مدام. بدي اسال مارك سؤال بليز. بونجور تفضلي عم نسمعك. في عندي الكم كيت انا هيدي اللي بتعمل هول الليمون الصغير كومكوات. يس اوكي. على البلكون حاطتها. اوكي. هلا هي كانت ديجا ماشيه منيحه صار لها سنتين عندي. هلا السنه الاساسي فيها ما تفرعت فروع صغيره طلعوا وبس عم بيطلعوا عم تصفر وراقه عم بهروا عم بيطلعوا كانه مضروبين. أوكي. ما عم بعرف شو بدي اعمل له. يلا وين بي بي بالبيت بيبو عندك؟ حملت شوي كم حبه كمان ورجعوا هروا وراحوا بالبيت. أوكي. عندك بالبو بيبو كبير. أوكي. على البلكون. اوكي ميرسي. سو هلا اكيد اذا بتبعت لنا المدام ترجع صور بكون اهين، بس لانه ما بدي افقسها من دون الصوره. اللي بصير هو بالكومكوات عاده اذا تعبت وطلعت من تحت وتفرعت مثل ما بتقول بيطلعوا هول البريات، يعني هي الكومكوات مطعمه على العاده، فلانه يمكن مردت او هيك سو صار عم بيطلع هن البر اللي هو تحت الطعم. أوكي. ساعتها هون ما راح يطلعوا قبل، بعدين بقى كومكوت ما كان قبل هيك. سو بدنا نجيب كومكوت ثاني او بدها ترجع تشوف اذا فيها طعمها. هلا اذا بتبعت لنا صور لعارف 100%. هلا ليه بيصير هيدا الشيء؟ تنفسر شو اللي بيصير. لانه بيبو مثل ما انت قلتي الكومكوات هي كمان عاده شويه بقلب، يعني السيزون منا مثل كل البلانتات، يعني هي مش مثل كل الحمضيات. صح يعني مثل بعضهم، يعني هي ليت يعني مثلا. أوكي. تقريبا بالصيف بتزهر ومثل هلا لنوفمبر بنقطف منه. سو اوقات على الشمس على الشوب على شهر اوت مثلا بتكون محطوطه يمكن جوا في ازاز، هيدا كله بخلي انه ما عرفنا نسقيها بتصير تهر وبتصير تتعب. سو اذا نحن عرفنا كيف نسقيها عرفنا كيف نغذيها، واهم شيء بالبيت ما في قول انا حطيتها على البلكون يعني فول سن، لا، لانه ثلاث ارباع الوقت كل شيء تحت البلكون هي صرنا كانها اندور. سو بتزحيها لبرا بدها تاخذ ضوء بدها تاخذ شمس. البلكون هو ديجا بطلنا فول سن. سو هيدا بدنا ننتبه. هلا اذا بتبعت لي صور في سعاده اكثر ان شاء الله ما يكون ان شاء الله ما يكون مات الطعم عم بيطلعوا البريات، يعني هذا اللي ما بقدر اعرفه من اللي قلتنا اياه. ثانك يو مارك على المعلومات. هاف ا بليست داي. مشاهدينا وقفه وبرجع بشوفكم بواتس كوكينج.